ادخل. صباح الخير استاذ. اهلين انس يا حسناء. استاذ اذا مشغول معلش برجع بعد شوي. لا لا خلاص ان شاء الله مبسوطه بقسم التحقيقات. يعني ماشي الحال. شو شايف حماسك خف عن الاول؟ بدك الصراحه استاذ؟ انت دائما معودتيني على الصراحه. انا طلبت نقلي لقسم التحقيقات يعني مشان اخذ فرصتي وحقق طموحي، بس لهلا ما مشي الحال. شلون ما صار يا انس يا حسناء؟ على حد علمي رئيس القسم صار مكلفك باربع تحقيقات. مزبوط، ما بقول لك لا، بس ما في ولا تحقيق على القيمه، يعني كل المواضيع اللي تكلفت فيها كلاسيكيه وعاديه وما بتهم القراء. اول تحقيق عملته عن اجتماع لمجلس المحافظه، وثاني تحقيق عن تسويق البندوره والفواكه، والثالث كان عن ذبابه الحقل، والرابع عن مؤتمر الفلاحين. يعني ما في ولا موضوع على القيمه ولا بهم الناس، حتى مرور الكرام حدا حس فيه. معلش انسي حسناء، بامكانك تعتبري هالمواضيع نوع من التمرين العملي. صحيح ما فيها ذلك التألق، بس رح تزيد من خبرتك وتقوي من تمرينك. حاجتي تمرين استاذ، صار لي متخرجة من قسم الصحافة 6 سنين، يعني لأنت بدي ضل عم اتمرن. خلاص لا تزعلي ولا يهمك، انا بوعدك انه اعود لك اياها. شكرا كثير، بس امتى؟ حالا. انا اصلا بعت وراكي لحتى كلفك بمهمة مثيرة جدا ولا تخلو من طرافي. عن جد عم تحكي استاذ؟ طبعا عن جد. طيب ممكن اخذ فكرة عن الموضوع؟ يا ستي الموضوع باختصار بيتعلق بخبير آثار أوروبي عم بيزور البلد. طبعا لحد هون الموضوع عادي، بس لما رح تعرفي انه هالخبير هذا تجاوز عمره 100 سنة بعتقد الموضوع رح يختلف تماما. عمره 100 سنة ولساته عم يشتغل؟ طبعا هو عم يشتغل بس حتى يمارس هوايته ويعبي وقته مو أكثر. والمعلومة المهمة الثانية اللي بيهمك تعرفيها انه هالخبير بينحدر من أصل سوري، وأجداده هاجروا على أوروبا من 150 سنة، وهالرجل هاد حجة بالآثار والتاريخ، وبيحكي أكثر من لغة، ومن بيناتهم اللغة العربية. فعلا شخصية مثيرة وغنية. بقى المطلوب منك هلأ تعمل لقاء صحفي مع المستر مايكل، وهذا اسمه طبعا، وتركزي على الأسباب اللي خلته يوصل لهالعمر هاد وهو بكامل الهمة والنشاط. وأنا جاهزة أستاذ، بس وين بدي أقابله؟ أم نعطيك العنوان، وبكرة بنبعت معك سيارة مع مصور. بس في جانب من الموضوع آنسة حسناء لسه ما حكينا فيه. شو هو أستاذ؟ بدنا ندور على معمر سوري لحتى نورجي العالم أنه عنا بيعيشوا 100 سنة، يعني بدنا نعمل دعاية إيجابية لبلدنا. بس عفوا أنا لهلأ ما فهمت شو دوري بالموضوع، يعني بدك يعني أعمل لقاء مع معمر سوري؟ بالضبط. أو هذا المعمر موجود؟ لا، والمطلوب منك بعد ما تعمل اللقاء مع المستر مايكل انك تحاولي تصطادي شي معمر من عنا من البلد، وتعملي معه لقاء وتصيغي اللقاءين بريبورتاج واحد. صعب شي؟ لا ابدا، بالعكس هيك بيطلع ريبورتاج غني اكتر. عظيم جدا. وبتلاقي عنوان المستر مايكل مع سكرتيرتي، وبتقدري تبلشي من بكرة. اهلا وسهلا. عفوا مو حضرتك مستر مايكل؟ نعم انا مايكل. منين بيعرفني حضرتك؟ انا اسمي حسناء، صحفيه من جريده الى الامام، وهذا زميلي عبد الفاخوري مصور طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نايس تو ميت يو.
مي تو سير. نحن آسفين كتير إذا عطلناك عن شغلك، بس حابين نعمل معك دردشة صحفية إذا ما عندك معنى. أوه، نو بروبلم، I'm ready. أوكي، تفضل معنا. لا 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 مدام، مش من هنا، هنا يصير تفركش. نور، يا نور، خليك تحت، يسلم لي عينه. أوكي. تفضلي مدام. هون؟ من هنا، من هنا. أوكي. مستر مايكل، أول شي فيني أعرف العمر إذا بتريد؟ اسمحي لي يا آنسة إني أسألك أنا هذا سؤال، أنت شو بيعطي عمر لأنا؟ يعني بصراحة اللي بيشوفك بيقول إنه بحيطان السبعين. لا لا لا، ما هزرتي يا آنسة حسنى، الحقيقة أنا بحيطان المية سنة، أو ممكن تقولي عمري بالزبط والدكة 99 عاما، نزداد شبابا. طبعا أنا أصولي سورية، بس ما زرت أصولي، ما زرت سوريا غير مرتين، خلقت بالسويد، عشت فيها كل عمري. الله يطول عمرك. طبعا أنا أسئلتي رح تتركز حول هاي الحياة الطويلة اللي حضرتك عشتها، يعني بهذا النشاط وبهي الحيوية ما شاء الله وكان عنك. تاتشود أنسي حسنى، تاتشود تكرم. ها، وهي دقينا على الخشب بقى، ممكن تحكي لي شوي عن طفولتك؟ الحقيقة يا أنسة حسنى، أنا ولدت بمدينة جبلية صغيرة بالمستشفى طبعا، ومن ساعة ولادتي خصصت لي الدولة راتب هيك حتى كبرت شنترت وخلصت دراسة، وكان يجيني كل شهر تقريبا مخصصاتي من الغايب والشوكولات والألعاب والهدايا. وبيتذكر إذا لسه بيتذكر لما كنت في مدرسة كانوا هيك ياخدونا كل أسبوعين رهلة، شي على البخر، شي على البحر، شي على الجبل، حتى تزداد معارفنا وهبنا للطبيعة والبلد. هنا لما اكتشفوا انه عندي ميول للموسيقى صارهم يعطوني درس اضافي بموسيقى، درس اضافي بسولفيج ازيف. لما ازدادت مهارتي بالازيف انضميت لفرقة بمدرسة، صرنا نعزف بالحفلات بمناسبات خاصة. يعني باختصار شديد كانت طفولتي هادية كتير غنية كتير. يعني باختصار عشت مرحلة طفولة لزويزة. طيب مستر، انت كيف اخترت دراسة الآثار؟ هو من وقت ما كنا بمدرسة كانوا هيك ياخدونا نزور متاحف، أماكن أثرية. من هذاك وقت صار عندي أنا هوس بتاريخ بآثار، وصرت استعير كتب من مكتبة مدرسة عن آثار. لما خلص أنا مدرسة دخلت جامعة، درست اختصاصا، حبيته، عشقته من جوات قلبي. طيب شو بتحكي لنا عن دراستك الجامعية تحديدا؟ مثل ما قلت لك، أنا كنت أم أدرس مادة بحبها كثير. يعني بصراحة أنا ما كنت هس حالي طالب بقدر ما هس حالي باحث. يعني علاقتي بما منهج كانت علاقة باحث استقصاء، والجامعة كتر الله خيرها جزيها الله، يعني ساعدتني كثير بهذا الموضوع. كيف ساعدتك يعني؟ والله قدموا لي كل شيء ممكن يفيدني ويطورني، من كتب، مراجع، وسائل مساعدة، دورات خاصة،
هذا طبعا غير رهلات علميه بعثات استقصائيه، وخصصوا لي ميزانيه خاصه للابحاث يلي كنت عم بشتغل فيها، يعني دم دمرز. وبعد الجامعه؟ بقيت جامعه يا مرهومه البي كملت دراسات عليا، اخذت دكتوراه، بعدين اشتغلت باكبر مراكز ابحاث باوروبا. خلال عملي بهالمركز زرت معظم دول العالم، كنت اتقاضى طبعا راتبا عاليا كثير، قدرت كون منها ثروه صغيره ام اصرفها هلا على السياحه والتجوال وممارسه هواياتي والالك المصدي يلي انتو بيسمونه. وبأي سنة تقاعدت يا ترى؟ تقاعدت بستين، بس تبقان عنا بيهترموا خبرات كتير، لهالشي إجاني عروض أمل مغري جدا، بس أنا فدلت راحة تفرغ أبحاث خاصة. يعني أنا من وقته ما تقاعدت لهلأ صرت ناشر أكثر من 20 كتابا مخطوطة، هذا غير مجلات علمية ودوريات يلي بكتب فيها أنا. طيب مستر مايكل، كيف كنت تقضي وقتك بعد التقاعد؟ اشتركت فترتان بنادي للغولف، بس بعدين انسحبت، وبالوقت الحاضر أما سافر أنا بجولات سياحية، أحياناً بيطلع جبال قلب، بيتزلج تلج، بعمل سكي، أياما بنزل لنواهي البحر الأحمر، بحر أحمر منشان مارس الجنس، مارس القطس بحب أقطس بالبحر الأحمر أنا. وقت بلاقي حالي كسلانة، يعني ما عنديش همم ومروة، بنقطع شوي عن ممارسة الرياضة وبيتوجه اهتمامي لنشاطات ثقافية. نشاطات مثل شو؟ يعني بهدر قرود أوبرا مسرح، قرود أزرار عالم أزياء عالمية، مهرجانات سينمائية. على فكرة أنا من مدمن هدور مهرجان كان السينمائي، ما غبت عنه ولا سنة. ممكن نعرف البرنامج اليومي لحياتك؟ والله يا أنسة هسنا، برنامجي اليومي طبعا لما أكون بالسويد بسيط جدا، يعني بفيك الساعة 6 الصبح، بهطوا أكل لأصافير يلي عندي بالجنينة، بعدين بلبس بيجاما رياضة بتاعنا، بركض أنا وجارتي بكلب الغابة قريبة من فيلا، يعني شي ساعة زمان، بعدين برجع البيت بيسبح شي نص ساعة زمان، بعد سباحة والدوش بكرة جرايد، بيفطر فطور خفيف أسل هاني عصير جوز تفاح أبل جبن خبز مهمس، بعد فطور بنزل شوية على السوبر ماركت على البسكليتة. طيب ما بتخافوا أنت بهذا العمر، يعني بعيد الشر تطرقك شي سيارة؟ شو دخلت أنا بسيارات؟ الحكومة عاملة شوارع خاصة بالبسكليتات، يحاس بحسابنا تمام لهالسبب، منو بتسلى ومنو بعمل شوبينج، بيشتري جراد بيرجع البيت، يا اما بيشوف تلفزيون يا اما بيشتغل شوي بجنينة حفر ونكش، بعدين بتسلى بتهدير غدا، طبعا غدا مدروس، وبيعمل كيلولة، وبعد الكيلولة بيساوي بالميكروويف بتاع انا فنجان نسكافيه وهليب، بيدخل مكتب، بيدخله بيقرا بكتب، بعدين بيركب سيارة بتاعنا بينزل إما النادي أو بينزل إما المسرح
إما على الآخر يعني بآخر سهرة بتاع أنا بيتسلى شوية على الإنترنت. طيب مستر مايكل، أنا كتير بشكرك على هذا اللقاء الممتع جدا يعني. شكراً لإلكم ولجريدة إلى الإمام. على طول إن شاء الله إلى الإمام، إلى الإمام إن شاء الله. إن شاء الله، شكراً كتير. شكراً، باي باي. شكراً. يلا عبدو. الله معكم، الله معكم، شرفتمنا. إيه نيال على العيشة، على الرفاهية اللي عايش فيها، بيني وبيني شي طبيعي يوصل عمره للمية. شفت قديش باله فاضي؟ المهم هلأ، وين بدنا نلاقي معمر من هون من البلد نعمل معه لقاء؟ ولا يهمك، بهالضيعة إلا ما الله يجمعنا بشي زلمي كبير قلك. يلا يا الله يا الله، هون البيت رح نوصل لحشة حجر. يا الله يا الله، هاتي لك يا ابنك. هي أول مرة تجي على الضيعة؟ أول مرة عمو، أول مرة. أهلا وسهلا فيكي يا ميت مرحة. الروماتيزم هلكنا. سلامتك. إيش بدنا نسوي؟ الواحد ما بيعيشش عمره. شايفين هذاك البيت؟ إيه. هذاك اللي هناك؟ إيه. هذاك بيت حموتي أم زهرة. الله يخلي لك يا عمو. الله يسلمك. يا الله يا الله، عم أهلك عم أهلك يا ابني. تفضل تفضل عمو. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا، شرفتوا. الله يسلمك عمو ويطول عمرك. عمو ممكن نتعرف على اسمك؟ انا اسمي ابو سلمى، بس انتم من؟ انا صحفيه من جريده الى الامام، وحابين نعمل معك لقاء صحفي يعني اذا ما عندك مانع. اهلا وسهلا فيكم، ولو شرفتوا، اهلا وسهلا. طيب عمو تحكي لنا شوي عن طفولتك. طفولتي؟ انا طفولي هاي طفولتي كانت كلها شقة بشقة، يعني من وقت ما كان عمري 10 سنين وأنا عم بشتغل مثل الحمار. أوف، وليش لحتى تشتغل؟ والدي مات وتركنا عبكر، وأنا كنت أكبر أخواتي، فضريت أحمل المسؤولية عبكر. يعني ما تعلمت بالمدرسة؟ ولا تركت المدرسة من بعد ما أكلت أول فلقة على رجلي. كرهت المدرسة والأستاذ وطلعت فكرة الدراسة من رأسي نهائياً. طيب شو قصة هاي الفلقة؟ رفعني الأستاذ خيري فلقة، بس لأني جيت على المدرسة مش لابس أواعي رياضة، سلخني فلقة قدام كل التلاميذ وحبسوني بأوضة الفيران لأني مش كاتب الوظيفة. قمت حملت حيلة وبطلت من المدرسة وانصرفت للشغل. وشو اشتغلت؟ اشتغلت بيت شغلي، مرة بمعمل كراسي حلات، ومرة أجير فرون، ومرة صانع عند المنجد، ولما كبرت شوي صرت أسرح بالطرقات. عمو كيف يعني تسرح بالطرقات؟ استأجرت عرباية وصرت بيع عليها درة مسلوقة أو فول نبيت أو بليلة حسب تيسير رب العالمين. المهم كنت أسحب لقمة أمي وأخواتي من تم الداب. إيه وبعدين؟ بعدين كبروا خواته، كبروا شوي وصاروا يعتمدوا على حالين. أمي ظلت تنق علي حتى أتجوز، كنت اتجوزت وصرت مسؤولة عن عائلة طويلة عريضة، ولما شفت الشغل داخل شوي توظفت. وين توظفت؟ أزين بدائرة حكومية. الله وكيلك يا أنسة، طول النهار طالع دروج نازل دروج وعلى خود وجايب وروح وتعب، وبعد كل هالتعب يا ريت حد نعجبه. ما حد نعجبه شيء، كل مداير رافع مناخيره للسامة وكأنه الدائرة والموظفان ورتان عن أباه. المهم بلا طول سيري يا أنسة، ما طولتش بالوظيفة، ما قدرتش اتحمل، خصوصي انه ضغطي صار يطلع وما عاد ينزل، وكمان ما عاد تلاقيني هالشغله. هذا طبعا غير الرابو يلي ابتليت فيه على بكار. وبعدين تقاعدت؟ اي نعم، ورجعت اشتغل مثل الاول، متعيش على باب الله، يوم ببيع صبوره، يوم ببيع بطيخ،
يوم بشطف دروج، ظليت على هالحيرة أكثر من 5 سنين لحتى انهت حيلي وصار معي روماتيزم ومناقير، مناقير بالظهر وبالرقبة كمان. شو بدي أساوي؟ الأولاد يا أختي ما بترحمش، طلبات كثيرة وكله بيقول لك هات. طيب عمو، مردود الأرض تبعك ما عم يكفيك؟ أني أرض هذه؟ الأرض اللي شفناك فيها. هاي مش أرضي، هاي أرض واحد بايك من عندنا من البلد، وأنا عم بشتغل فيها مرابيع. طيب ممكن تحكي لنا شوي عن برنامجك الغذائي؟ ها؟ شوات؟ يعني الغذاء تبعكم، الأكل بالبيت هون. الله حسب تيسير الله عز وجل، بس أغلب وقتنا على الفول والفلافل والمجدرة. واللحمة؟ اللحمة؟ أبتفتش لعنا على البيت إلا بالمناسبات القومية والوطنية والعيد الرسمية. أما الفراريج فمنتفرج عليها بالشويات اللي على الطريق، والفواكه منشوفها بالصور. يعني باختصار يا آنسة، عايشين من قلة الموت. طيب يا ترى بتمارس رياضة؟ يعني عندك شي هوايات مثل الصيد، الغطس، ركوب الخيل؟ هذا اللي كان ناقصني والله، اركب خيل. انا شكل واحد خارج يركب خيل. رايتني اركب خشبي لارتاح من هالعمر. لا يا عمو الله يسامحك، ليش هيك عم تدعي على حالك؟ معليش، خليني ادعي على حالي، لاني رح موت من القهر والكمد، رح اطق وانفجر من الحصر يا اختي. فعلا الحاله غريبه. شو الغريب بالموضوع؟ لا ولا شيء، ولا يهمك، ولا يهمك. ها؟ ولا يهمك، ما في شيء. بتعرف عمو؟ ها؟ انت فعلا انسان استثنائي ومكافح وغير عادي. شو هذا؟ ليش يعنى؟ لانه بصراحة واحد بظروفك ما كان وصل للستين سنة، بس ما شاء الله عنك هي صرت بحيطان التسعين وهمتك قوية وعم تشتغل بالارض وصحتك منيحة. بتعرف عمو؟ انا بهنيك على الروح الشبابية يلي عندك. ليش مين قال لك اني بحيطان التسعين؟ لكن قديش عمرك؟ انا عمري 42 سنة بس.